لم يعر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أهمية إلى الاعتراضات على نتائج الانتخابات، وأكد المضي بمفاوضات تشكيل الحكومة، وقال إنه يخوضها بأريحية بعد حصوله على المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، وتحدث عن قبول يلاقيه من كتل أخرى أعلنت رغبتها في التحالف معه. منافسه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري يرفض الخوض في حوارات تشكيل الحكومة من دون حسم طعونه على الانتخابات، ودعا إلى اعتماد العد والفرز اليدوي على جميع النتائج، محذرا مما اعتبره الهدر الذي تعرضت له أصواته. لكن توجهات الصدريين منفتحة نحو بناء الدولة وبناء مجتمع يعمه السلام يحترم المكونات والتشكيلات والطيف العراقي، خصوصا وأن التيار لم يتحدث لغاية الوقت الحالي عن أسماء مرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقدر تعلق الأمر بالإطار العام. ولكي تكون حوارات الصدريين منتجة، يحدد الصدر هذه المرة أهداف واضحة سبق أن أعلن عنها قبل الانتخابات، تتعلق ببناء الدولة والقضاء على الفساد، وهذه وغيرها من الرؤى تعبر عن إرادة التيار وقاعدته الشعبية. وبالرغم من رفض الإطار التنسيقي الشيعي لنتائج الانتخابات، إلا أن الصدر لا يخفي استحصاله على رسائل إيجابية عديدة وصلت للحنانة من قوى سياسية مختلفة، إذ أن هنالك رغبة كبيرة من أطراف سياسية تأمل بإبرام تحالف مع الطرف الشيعي الفائز في الانتخابات المبكرة. نتائج المفاوضات لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، لأن هنالك لجنة تفاوضية شكلها التيار الصدري تضم حسن العذاري ونبيل الطرفي ونصار الربيعي وحاكم الزاملي، وهم من سيطلعون الرأي العام على ما يتم التوصل إليه. ومع ذلك تجد الصدر مشددا على عدم السماح بالتدخل في الشأن العراقي من أي دولة، وكذلك الحال بالنسبة لتشكيل الحكومة.